مقدمة في أطار برنامجا لتمويل 326 مشروعا في المجالات الداعمة للأمن الغذائي المحلي، وتدشن مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. العاصمة نواكشوط تستضيف أشغال ملتقى حول تطوير آليات تنفيذ برامج مفوضية الأمن الغذائي. الفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التخطيط العمراني لمدينة كيفا تنجز عشرات الكيلومترات من الشوارع والطرق الحضرية داخل المدينة. السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام المسائية من التلفزة الموريتانية، أهلا بكم. أشرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه أمسي بمدينة أطار على إطلاق برنامج لتمويل 326 مشروعا في المجالات الداعمة للأمن الغذائي المحلي، وتشمل هذه التمويلات التجمعات النسوية ببلديات أدرار بهدف تعزيز قدرات النساء الريفيات ضمن البرنامج الموجه للتمكين الاقتصادي للمرأة وولوجها لسوق العمل. تحت الرعاية السامية لسيدتي الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، انطلقت في مدينة أطار مكونة تمويل مشروعات داعمة للأمن الغذائي المحلي بحضور وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير الزراعة. إذا نأسف على هذا العنصر، ربما نبثه في القادم إن شاء الله. السيدة الأولى أشرفت أيضا الدكتورة محمد السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه أشرفت أيضا أمس بمدينة أطار على تدشين مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، وأدت السيدة الأولى زيارة لتوسعة مركز التكوين لتمكين المرأة، شملت توسعة ورشة الخياطة وورشة صناعة الحلويات ومشتقات الألبان. في إطار زيارة السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه لولاية أدرار، أشرفت السيدة الأولى على تدشين مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، ويأتي هذا التدشين في إطار تلبية الاحتياجات التربوية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى ولاية أدرار، وسيمكن هذا المركز الأول من نوعه في الولاية من استفادة 85 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات التكوينية والتعليمية. كما تجولت السيدة الأولى داخل هذا المركز واطلعت على أقسامه المختلفة، حيث قدمت لها شروح عن طبيعة ومستوى الخدمات التي يقدمها لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة. وفي المحطة الموالية من الزيارة التي شملت توسعة فرع مركز التكوين لتمكين المرأة، تلقت السيدة الأولى شروحا وتوضيحات عن أهمية المركز ودوره في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء واستفادتهن من مراكز التكوين المهني، فضلا عن التخصصات والمجالات التي يتيحها لمساعدة النساء في الولوج لسوق العمل. وأشرفت السيدة الأولى كذلك على تدشين توسعة ورشة الخياطة التي ستسهم في تلبية حاجيات ومطالب الولاية من الزي المدرسي. هذا وقد شملت الزيارة ورشة صناعة الحلويات ومشتقات الألبان. وتأتي زيارة السيدة الأولى لولاية أدرار في إطار إطلاق مشاريع تنموية لصالح الفئات الهشة والنساء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية. لقناة الموريتانية محجوب أسودي، مدينة أطار. دائما في مدينة أطار، حيث أشرفت أيضا السيدة الأولى دكتورة مريم محمد فاضل الداه أمسي بمدينة أطار على إطلاق برنامج لتمويل 326 مشروعا في المجالات الداعمة للأمن الغذائي المحلي. تشمل هذه التمويلات التجمعات النسوية ببلديات أدرار بهدف تعزيز قدرات النساء الريفيات ضمن البرنامج الموجه للتمكين الاقتصادي للمرأة وولوجها لسوق العمل. تحت الرعاية السامية لسيدتي الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، انطلقت في مدينة أطار مكونة تمويل مشروعات داعمة للأمن الغذائي المحلي بحضور وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير الزراعة ومفوضة الأمن الغذائي ووالي أدرار والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين. وتستفيد من التمويلات المقدمة لصالح تشييع الاكتفاء الذاتي من الخضروات ومشتقات الألبان 326 تعاونية زراعية وتنموية تتوزع على 11 بلدية بولاية أدرار.
مناسبة شكلت فرصة لوزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لوضع هذه التظاهرة في سياق البرامج التي ينفذها قطاعها بدعم من تآزر ومحافظة الأمن الغذائي ضمن البرنامج الموجه للتمكين الاقتصادي للمرأة وإنصافها وحماية الطفل ورفاهيته ودعم الطبقات الضعيفة من المجتمع. قد شكلت المأمورية الأولى لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني نقطة تحول في التعاطي الرسمي مع العمل الاجتماعي بصفة عامة وفي تمكين المرأة بشكل خاص، حيث خصص فخامته عدة محاور من تعهداته لتقية العمل الاجتماعي وشموليته وتمكين المرأة وإنصافها وحماية الطفل ورفاهيته. وقد تحققت تلك التعهدات بشكل لا لبس فيه بفضل الله وقوته وعونه وبتنسيق العمل الحكومي بشكل ممتاز من طرف معالي الوزير الأول السيد محمد بن بلال مسعود وبمباشرة وتنفيذ ومتابعة من طرف قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. القطاع الحكومي الوصي على مختلف هذه الفئات الاجتماعية الكريمة. السيدة الأولى أيها الجمع الكريم، ضمن هذا التوجه كان لحضوركم البارز دعما ومناصرة ومؤازرة كبيرة الأثر في تحقيق التنمية الاجتماعية في البلد. ونسعد اليوم في الحكومة برعايتكم الرسمية وإشرافكم المباشر على انطلاقة برنامج خاص لدعم المرأة والطفل في ولاية أدرار، تعزيزا لجهود الحكومة الموجهة للرفع من مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها الاقتصادي ولحماية الطفل ورفاهيته. بدوري عمدة مدينة أطار ذمن باسم الساكنة هذه البرامج التنموية التي يعول عليها بالرفع من العمل الاجتماعي وتحسين ظروف المرأة العاملة. فخور جدا استضافة مدينة أطار إطلاق وتدشين هذه المشاريع التنموية الهامة التي تلامس حاجات المرأة الأدرارية المكافحة الصامدة في وجه عاديات الزمن. من جانبه استعرض مدير الدراسات والتكوين بالوزارة سالك الجارب حجم هذه التمويلات التي تناهز 100 مليون أوقية قديمة. بعد ذلك تجولت السيدة الأولى والمرافق لها داخل أجنحة معرض التعاونيات الزراعية الذي أقيم على هامش هذه التظاهرة، وضم مختلف الأنشطة والإنتاج الزراعي الذي تقوم به نساء التعاونيات في مجالات زراعة الخضروات والزراعة تحت النخيل ومشتقات النخيل ومعالجة الألبان. وخلال هذا الحفل قدمت وصلات فلكلورية من التراث المحلي تحث على الزراعة في إطار الشعار المرفوع من أجل مشاركة فعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. الفاخر الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. بدأت صباح اليوم في العاصمة المغشوط أشغال ملتقى حول تطوير آليات تنفيذ برامج مفوضية الأمن الغذائي. يهدف الملتقى إلى تطوير آليات تنفيذ البرامج وتدعيم النجاحات ومعالجة الاختلالات التي تعترض تنفيذ برامج المفوضية. يجمع هذا الملتقى المنظم من طرف مفوضية الأمن الغذائي طواقم المفوضية على المستويين المركزي والجهوي في مسعى إلى تقييم ومتابعة تحسين الأداء للوصول إلى تطوير آليات تنفيذ برامج المفوضية. مفوضة الأمن الغذائي ألقت كلمة بيّنت فيها أهمية هذا اللقاء وما سيتيحه من تطورات ورؤى ستسهم في تحسين الأداء وتعزيز قدرات الطواقم المفوضية بغية تنفيذ البرامج الاجتماعية على الوجه الأكمل. لقد فرض النمو المضطرد والتوسع النوعي خلال السنوات الأخيرة لبرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية ولدائرة المستفيدين منها على طواقم المفوضية العمل في ظروف جد ضاغطة، ضمانا لتوصيل تلك البرامج الاجتماعية إلى المواطنين في القرى والأرياف النائية كما في التجمعات الحضرية وشبه الحضرية، وهو تحد كسبته طواقم المفوضية بجدارة. فهنيئا لكم على أدائكم المتميز خدمة للوطن والمواطن وتوصيلا لرسالة المفوضية النبيلة في خدمة المواطنين والقرب منهم أن وما تحتاجوا إليها. غير أن تشعب البرامج المنفذة من طرف المفوضية وتنوعها يفرض علينا بانتظام عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع الطواقم المركزية والجهوية المفوضية بهدف تطوير آليات
تنفيذ البرامج وتدعيم النجاحات ومعالجة الاختلالات وتلافي الأخطاء والاستفادة من التجارب. فالعمل البشري بطبعه عرضة للنقص والملاحظة، كما يحتاج بانتظام أي عمل بشري لوقفات تأمل ومراجعة. وأنا على يقين من أن مخرجات هذا الملتقى ستعطي دفعا جديدا لعمل المفوضية في سنة لها خصوصيتها الاجتماعية، حيث ستطلع المفوضية بتنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية الهامة لصالح المواطنين في مختلف الولايات ولصالح دعم الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، وهي برامج تكتسي أهمية بالغة، وذلك لما لها من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار سعي مفوضية الأمن الغذائي إلى تطوير آليات تنفيذ برامجها وجعلها تواكب الاستراتيجيات التي رسمتها الدولة في مجال توفير الأمن الغذائي وفق المعايير الصحية المطلوبة. يعقوب الصوفي، الموريتانية. تتواصل بعاصمة ولاية الأعصاب كيف عملية التخطيط العمراني للمدينة، وقد أنجزت الفرق الفنية المعنية بتنفيذ العملية حتى الآن عشرات الكيلومترات من الشوارع والطرق الحضرية. مواصلة لسير عملية التخطيط العمراني لمدينة كيف التي انطلقت منذ ما يناهز شهرين، تتابع الفرق الفنية عملها في شق الشوارع والطرق في شتى أحياء المدينة، وذلك في ظل مواكبة من السلطات الإدارية المحلية. احنا جينا هون اليوم متابعة أعمال تخطيط مدينة كيف الجارية من اللوارك حدود شهرين تقريبا. العمل يجري على قدم وساق مع الفنيين والفرقة الميكانيكية. حتى الآن الدشرة العمل فيها متقدم تقريبا، فات وباليزات فيها والله وعول مت تقريبا حدود 300 كيل، والتنفيذ فات وصل ل 64 كيل تقريبا. حتى الان العمليه يلاحظ انها مبنيه على الرشاد، حيث ان المتضررين الى حد الساعه فات عدد من التراب كامل متضررين الى حد الساعه 4 متضررين، مهم اللي يحتاج أماكن جديدة. حتى الآن التخطيط فتشمل أكثر من 1000 منزل. فهم المواطنين لأهمية التخطيط العمراني وما يصاحبه من تطور حضاري وترقية في الخدمات الأولية شكل عاملا أساسيا في خلق تجاوب واسع مع العملية من طرف الأهالي الذين يطالبون بمراقبة أسعار مواد البناء مواكبة لهذه الظرفية. هذا التخطيط جانا فينا غايته حقيقة سلوك حضاري، ولكننا صايبين عنه ولا خسر المصلحة، وشاكرينكم حتى زين عندنا ومؤيدينه. والله اللي شاكرين بالشوارع لأن فاصلين فيهم، الشوارع زين عندنا يسوى مقبولين من ترابنا، لأن فينا واحدين عدلهم الشوارع الروسهم. الدشرة ما كانت صالحة، مكينا صلحت، عدنا بومبيات عد مكينا عد قد جينا، عدنا قدنا جبرنا شوارع زيني نتيجته الا مثلا المدة تعود مثلا عندها مثلا بليدات مثلا الطرق وتتوخل وزايلة البقر توخل وزايلة البل توخل ومدة ذكية فيها مدة حكماء. ولاية كيف ساكنين لا فشين قالوا الحيوان الدار ما تنسكن بها حمان وبها اللي وكلها عنده شوي كان معدل به حيط ومبرك فيه شاشرته وراد عنه به الحياه الحيوان السايب، وذلك طالب من الدوله والجهات المنظمات الخيريه انها جت قدم دعم لهذه الولايه، هون عليها الحديد والله سيموه والله الشعود لا يقدر يساعد المواطن. من المنتظر ان تشمل عمليه التخطيط تاهيل ما يربو على ثمانيه الاف مقطع سكني، بالاضافه الى منطقه توسعه تضم اكثر من 10,000 قطعه ارضيه. عبد الله الصوفي، قناه الموريتانيه، مدينه كيذا. أدت صباح اليوم بعثة التحسيس التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة زيارة للسوق وسطى بمقاطعة تنبدغة، ذلك في إطار حملة التحسيس المكثف الهادفة إلى حث السكان على التقييد قبل انتهاء الآجال المحددة له.
في إطار تعزيز مكتسبات حملة التقييد المكثف التي تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، زارت البعثة المسؤولة عن التحسيس والتابعة للوكالة سوق بسطة بمقاطعة تنبدغة، وذلك لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة تكثيف التقييد على سجل السكان قبل انتهاء الآجال المحددة بالسابع عشر من فبراير الجاري. احنا جينا هون بترأس بعثة مشيتها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مشيتها لجميع ولايات موريتانيا، ولينا نهارين عندنا في الحوض الشرقي، ولاية الحوض الشرقي، وانتهزنا الفرصة أن نجل هذا السوق اللي نقال له السوق بوسطة، هذا ندور نعدل فيه الحملة التحسيسية المتعلقة بتوقيف حملة التقييد المكثف. حملة التقييد المكثف اللي عاد تقريبا ظرف 17 متبارك مع الدولة لا تتوقف يوم 17 في الشهر الثاني. المقصود من هذا عن تفهم المواطنين عن امتداد التراب الوطني، عن ما فهم إقصاء، عن الناس كاملة محضرة في هذا التقييد، ولا مقتول حد عن حد، ولا مقسم منه حد، وكل رجال يفسر له بلوغته على التقييد راه لا ينقفل وعنه يجي يسجل. المدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أكد أن الدولة لم تدخر جهدا من خلال تعبئة الوسائل لتصل الحملة إلى جميع المواطنين وعلى كافة التراب الوطني. هذا النشاط الهدف منه هو تحسيس المواطنين على أن فترة التقييد المكثف أنها عاد توافية، على أن التقييد المكثف اللي بدأ 15 في الشهر 7 وامتد طيلة المدة على عموم ولاية الحوض الشرقي، وكانت فم 12 بعثة تنقلت شور جميع البلديات وجميع القرى وجابت جميع الأرياف والحسيان على أن ذلك التقييد، على أنه وكان طبعا بالمناسبة نتائج إيجابية، أجبرنا ياسر من المواطنين اللي ما فات حصى ولا كان يقدر يحصي لو أن ما جيناه. معناها الدولة وفرت جميع الوسائل، وفرت الظروف، وجات للناس بأماكنها، وجات للناس اللي بعيد اللي ما كانت قد تتنقل. الهدف شنو هو؟ على أن يا الله نعرفه على أن الفترة محدودة وأنها عاد وافية، زارت تقريبا 14 يوم ابتداء من اليوم. يا الله ذيك الناس اللي باقي اللي منها كان مسافر والله اللي منها كان بعيد في الحيوان، يا الله الناس الفاعلين المحليين يشتمروا معاه، ونحن كاملين نشتمروا معاه إلى ما يبقى أن مواطن ما فات حصى. الزيارة تمكنت من التواصل المباشر بالمواطنين المعنيين بالحملة، وذلك ضمن مساعي الوكالة ليصل الوعي بأهمية التقييد إلى الجميع. عدنان إسماعيل لقناة الموريتانية، مقاطعة تنبدغة. إذا نشكر ويسلم الحبيتي الذي كان معنا فيما مضى من هذه المسائية بلغة الإشارة، نشكره جزيل الشكر. إلى ولاية أدرار، حيث نظمت إدارة الترقية النسوية والأسرة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مدينة أطار معرضا للمنتجات الزراعية النسوية لبلديات الولاية 11. يهدف هذا المعرض إلى تشجيع الانتاج الموجه للأمن الغذائي ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية. أزيد من 300 مبادرة نسائية زراعية وتلموية تقوم بعرض نماذج من إنتاجها بمدينة أطار في إطار برنامج لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشمل هذه المعروضات الخضروات وإنتاج النخيل ومشتقاته، إضافة إلى معالجة الألبان المحلية. عارضين الكاروت، وعارضين بتراف، وعارضين نافع، وعارضين الحنة، وعارضين التمر وتاجة، وعندنا ياسر من العروض والمنتوجات الحمد لله، وفم اللبن، وفم ياسر مثلا من منتجات الحمد لله يا درار. ما شاء الله زين عندنا، ما شاء الله زين عندنا، قاعدين تعرف هنا الثقة وشاونا وتعرفوا بينا وشاهوا منتوجنا. عرضين كياني لبس الأخضر والكاروت وبتراف والصالات والنعناع والقصبوع والحروع وبرشين وبافروات، شو كاملة راح العرضة كاملة راي ما شاء الله. بالنسبة لنا ما شاء الله على إنه واخذ بيع، وعلى إنه ما شاء الله مول إنتاجه زين، زراعة زينة ما شاء الله، وإحنا جابرينها ما شاء الله هنا تيجي. بالنسبة لنا مهم، عندنا عايشين منه، عايشين من الأسرة وعايشين منه التركة، فايتوا اللي أعلن أن نعطوا نتيجة مهاراتنا إحنا وشغلتنا وهمية المنتوج اللي ذا هو.
ويتيح معرض المنتجات الزراعية النسائية الفرصة لإظهار مهارات النساء في التخزين والتعليب على مستوى 11 بلدية تابعة للولاية. ومشاركة حالا بدل المنتوج اللي فتعدلت تخليل الخضروات، حفظ الخضروات بمادة مخللة تحفظ مدة فترة من الزمن شي ما يفتح تفتح العلبة تملا محافظ كيفتها. هذا منتوج الكاروت طاجز محفوظ، ولين يدخل السوق يلحق الخضروات من الخارج جاية وتنافسه يعقب بيزرق خضروات وتخمر عليه. لذلك السبب اتجهت لبعض المنتوج ذا كيفو. وانا انتاج ياور، نعدرو ياور ونعدرو العصائر التمر ونعدرو فرماج ومتخرجين وصلا من سانتر. زين عنده بالنسبة لنا احنا طالبة عاد قاعد اهتمامهم بينا ونعرضوا ونعود مهتم بالمرأة في ولايتنا، وزين عندنا أن ولايتنا تنتج مولي. وتسعى إدارة الترقية النسوية والأسرة التابعة لوزارة العمل الاجتماعي من تنظيم هذا المعرض إلى التعريف بإنتاج النساء المزارعات ودعم جهودهن لتعزيز الاكتفاء الذاتي. هذا من برنامجنا كوزارة قطاع العمل الاجتماعي أول في هذا البرنامج اللي هو برنامجنا اللي مهتمين به مهتم به القطاع. المعرض اللي ده هو التعريف بالأنشطة اللي تقوم بها المرأة على مستوى ولاية أدرار، الإنتاج النسوي في هذه الولاية وخرق المنافسة فيه. إياك أن النساء كاملين يتوجهوا لهذه الزراعة من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي للولاية. أول معرض تدعم فيه كم من النساء على الإنتاج المولي المحلي والإنتاج اللي له مردودية على الشعب، على الأطفال، على النساء، على الأسرة. معرض للمنتجات النسائية يجسد مساهمة المرأة الأدرارية في الأمن الغذائي في ظل توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق السيادة الغذائية. الفاغاوي للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. إلى ولاية قرقل، حيث تعد ثانوية الامتياز بمدينة كيهيدي صرحا علميا ومعرفيا استقطب العديد من طلاب الولاية. وقد حافظت هذه المؤسسة على ألقها منذ افتتاحها، حيث يتصدر طلابها المسابقات الجهوية بشكل شبه دائم مع المشاركة المشرفة على المستوى الوطني. في ثانوية الامتياز بكيهيدي تتواصل الدروس بشكل منتظم وسط حضور طواقم التدريس والطلاب من أجل إكمال المقررات الفصلية في الأوقات المحددة. وتسعى إدارة هذه الثانوية إلى مواصلة حصد النتائج التي تحققت على مستوى المسابقات الوطنية منذ افتتاح هذه المؤسسة التي شكلت بيئة علمية متكاملة لتحسين مستويات الطلاب وتمكينهم من النجاح بتفوق في مختلف المسابقات والامتحانات الوطنية كختم الدروس الإعدادية والبكالوريا. هذه الثانوية تم إنشائها 2012 وحققت العديد من النجاحات والعديد من المسابقات. سنة 2019-2020 كانت نسبة النجاح 80%، سنة 21-22 كانت 100%، 21-22 كانت نسبة النجاح 90%، السنة الموالية 22-23 كانت النجاح 100%، بحيث أعلننا احتلينا المرتبة الثانية على المستوى الوطني. كان معدل التلميذ اللي عندنا اللي هو اللي احتل المرتبة الثانية 17.2، هذا على المستوى باكالوريا. مع المستوى الشهادات الإعدادية اللي قالوا بريفة كنا دائما مكتسحين الساحة الجهوية 100%. كانت بما يخص جائزة رئيس الجمهورية نلناها على سنتين متتاليتين 2021-2022 و2022-2023 كنا احنا الاوائل، سواء على مستوى رالي وسواء على مستوى الاولمبيات. وهذا دليل اللي فتقل دليل على ذاك التميز اللي يتميز به الطاقم اساتذته وكذلك هيئه التاطير. كانوا حريصين جدا الحرص على ان عند اللحظه الاولى للافتتاح في فاتح اكتوبر يعودوا مجد. وقد عبر الطلاب عن ارتياحهم لمواصلة الدروس مثمنين دور الطواقم التربوية من أجل مضاعفة الجهود لحصد نتائج جيدة وتمثيل الولاية في المسابقات الوطنية. ما شاء الله المدرسة هم تتميز بالأساتذة، طريقة التدريس، بالحضور ما شاء الله، وطريقة إيصال الفكرة
بشكل متميز. ما في ما شاء الله تبارك الله الحمد لله مشاكل من دائما ما شاء الله الحضور خالق ما شاء الله. وانا بعد جيت ان شاء الله تحسن ياسم المواد اللي كنت مدنا جابر فيه مشاكل تحسنت فيه ما شاء الله. وتستقطب ثانوية الامتياز العديد من الطلاب القادمين من مختلف مناطق غورغول وتوفر لهم حاضنة تربوية لتعزيز مستوياتهم المعرفية التي تمكنهم من النجاح بتفوق في الامتحانات والمسابقات الوطنية. لقناة الموريتانية معاد عبداوة مدينة كيهيدي. إلى ولاية درزة حيث تتواصل في مدينة روس والحمضة الوطنية لتوزيع مضادات مرض البلهارسيا التي تشمل ولايات درزة البراكنة غورغل وقديماغا. تهدف هذه الحملة المنظمة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية الإدارات الجهوية للتهذيب إلى تحصين أكبر عدد من تلاميذ المدارس ضد مرض البلهارسيا. بهدف الحد من انتشار نسبة الإصابة بمرض البلهارسيا التي تكثر عادة في المناطق المحاذية للنهر، تتواصل في مدينة روسو حملة توسيع المضادات الحيوية ضد هذا المرض. وتهدف هذه الحملة للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال في المدارس الابتدائية وفي مختلف المناطق الريفية التي قد تشكل بيئة لانتشار المرض. هذه الحملة معدلة أنا حملة بلهارسيا، والناس ما شاء الله هون تعاونوا معنا الحمد لله. أول كنا نبغوهم يعدلوا معانا، تعاونوا معانا فتبارك الله، ونختارهم اللي الناس كاملها تعمل ذا الحب اللي معطيلهم. باللي هذا ما شاء الله صرتوا نحن اللي ساكنين هون في الترارزة. ونحن هون طريقة عملنا ليجي نقبضوا حد من التلاميذ، نقبضوا ضرر كان ما يثروا إليه. لين يجينا واحد لأن نعطوا حبة واحدة، وحد على سبيل المثال عنده داء دمي لأن نعطوا داء دمي من الحب. وتؤكد الفرق الميدانية المشرفة على هذه الحملة ضرورة مشاركة الجميع في إنجاح العملية للحد من ظاهرة البلهارسيا وتجنب المضاعفات الحادة التي قد تسببها. تهدفين تركها من عند 6 سنوات وعد 14 سنة ولا 15 معناها السنة الأولى هنا سنة السادسة. البلهارسيا هذه جرذومة تتواجد في الكنارات والبحر عامة، ومستهدفين بها تركة كاملهم، خاصة الناس اللي ساكنة على البحر. كيف الناس اللي ساكنة على حدود البحر فار اكزامبل فيلاج ولا كرماديكا كرمور وكامل على اللي على ضفة النهر، هذا جرذومة دائما تعود مع الصباح، تعود اكتيف، تعود شاطرة، معناها ان يجي لقاج لي يستحم ولا لي يبول تستهدفه مباشرة. ونحن بما اننا اطباء دائما نهدف بعض ونريد دائما نقولوا نوعا يعس منها مع الصباح، دائما يجي مع الصباح يستحم بدل ذاك ظهور الشمس، بينين تظهر الشمس تعود اكتيف وجرذومته شاطره. وعلى مدى 5 أيام ستستمر هذه الحمله التي دخلت يومها الثالث والتي ستشمل جميع ولايات الضفه، حيث يعتبر سكان هذه المناطق الاكثر عرضه للاصابه، سبيلا الى انجاح جهود الدوله الهادفه الى مكافحه هذا المرض. لقناة الموريتانية محمد الياتمة مدينة روسو. إلى ولاية ترزمور حيث مكنت التدخلات الاجتماعية لمفوضية الأمن الغذائي بولاية ترزمور الموجهة للفئات الأكثر هشاشة من الإسهام بشكل كبير في تحريك عجلة التنمية المحلية عبر تمويل ودعم مشروعات مدرة للدخل. رغم صعوبة التربة ذات الطبيعة الصخرية، يواصل الميمون ورفاقه من مزارعي منطقة بطحة الصباط عملهم اليومي في تأهيل الأرض وزراعتها بما أمكن من المحاصيل، بعد أن استفادوا من دعم مقدم من المندوبية الجهوية للأمن الغذائي. قدمونا 4 أطوار من القمح، وقدمونا 4 أطوار من السموم والحديد والآلات الزراعية الأخرى لبراوت ورتوات وبلات وكيشات والمعارج اللي يروزوا، هذا قدموا هنا هون قصيبة شفافة ومسقمة وسليمة. النساء معيلات الأسر كان لهن نصيبهن من برامج المفوضية، خاصة ما يتعلق منها من دعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل. قدم الطلب للإدارة وتم إحالته للمندوبية، وقطعا على أنه تم اختياري لدعم معتبر غلاف مالي استفادت من المؤسسة الصغيرة اللي أنا نديرها. الاستفادة بالنسبة لنا
مكنت عدة نساء اللال ما هي معيلة للأسرة، هي مولي لابد لها من التكفل بها. التدخلات الاجتماعية للمفوضية تستهدف أساسا الفئات الأكثر هشاشة وفق استراتيجية تضمن استدامة التنمية المحلية. تدخلات المشاريع المدرة للدخل للأسر اللي يعودوا ما عندهم رجال يجري عليهم، يمولوا لهم بعض المشاريع المدرة للدخل بحيث أن يقوموا ووفر على المسؤولة كم هائل من المشاريع المدرة للدخل وسعملوا ودروا تجاوزت 101 مشروع مدرة للدخل. ثم دعم المزارعين المسؤول ولاية وتم تفواضية دعم عدة مشاريع زراعية بذلك الآلات زراعية ومن السياج ومن وسائل ومواد تمكنهم على أنهم يسيجوا المنطقة الزراعية ويقوموا بنشاطهم بشكل. مكنت المشروعات والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في ولاية تيرس الزمور من إدخال الكثير من المواطنين في الدورة الاقتصادية ودمجهم في سوق العمل بشكل مباشر. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زويرات. إلى ولاية داخلة واديبو، حيث استفادت مؤخرا عدة أحياء بالمدينة من الإنارة العمومية، ومن المقرر أن يتم إنجاز 18 كيلومترا من الإنارة العمومية في جميع أحياء المدينة، حيث انتهت الأشغال حاليا في حوالي 70% منها. بعد أن عانت لفترة طويلة من ظلام دامس، استفاد عدد من الأحياء الشعبية في مدينة واديبو خلال السنوات الأربع الماضية من أعمدة الإنارة وأجهزة توفير الطاقة في المدينة وأحيائها كالترحيل وكورنيش وبغداد. وتأتي هذه التدخلات ضمن أشغال الشركة الوطنية للكهرباء الهادفة إلى تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين ضمن برنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية. ما شاء الله عدونا ياسر مشي صالح في السنوات الحمد لله، ودارنا رضوات بارك الله في الترحيل، وعدلنا ياسر من إنجازات بارك الله، وانا احنا بعد كشباب في الترحيل مرحبين حتى تبارك الله جزاه الله خير الرئيس جزاه الله خيرا مساعدنا الله، وعندنا نمرقو نيمبورت اير كنا خايفين وكان مظلم ودارنا الماء ما شاء الله عندنا نجبر الماء جزاه الله خيرا. خطوة أشاد بها سكان الأحياء المستفيدة مذكرين بأهميتها المحورية. هذا الدايات جاءوا لها في السنوات الأربعة الأخيرة، وشاكرين حتى الرئيس على هذه الإنجازات القيمة اللي قايم بها، ونسمنا إن شاء الله سعود مزيد من التقدم إن شاء الله والازدهار. وتسهم هذه الإنارة العامة في الحد من الجريمة والسرقة في هذه الأحياء التي تشهد كثافة سكانية. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة واديبو. انطلقت مساء أمس بالملعب الجديد في مدينة كجوجت فعالية الدور الجهوي لكرة القدم على مستوى ولاية شري، المنظم من جهة العصبة الجهوية لكرة القدم بالشراكة مع جهة شري. الدوري انطلق بمشاركة 6 أندية هي مقرين، صلاح الدين، الحدائق، المجيدري، أفسي كجوجت، شباب شري. ويمثل الفائز في هذه البطولة السنوية الولاية على المستوى الوطني. رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم بولاية شري أدلى لقناة الموريتانية بالتصريح الآتي. نشكر جهة شري بهذه السانحة وهذه الفرصة وهذه الشراكة اللي تمثلت في دعم الدوري الجهوي، ذلك من خلال رفع جوائزه المعطية لهذا العام من الموسم الرياضي. راجين عنها تعود شراكة دائمة تعاون مع الجهة إفاء تعليمات فخامة رئيس الجمهورية داعم الرئيسي الأول للرياضة الوطنية. اليوم نحن نشهد انطلاقة الدوري الجهوي في حلة جديدة في موسم جديد بدعم قوي من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ومن الدولة. والآن مشاهدينا الكرام نفتح نافذة ثانية خاصة بالأنباء الدولية، لكن بعد الفاصل. We'll be right back.
الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الجوي والبري على مختلف المناطق في قطاع غزة، حيث تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في الأحياء الغربية لمدينة غزة. وفي خان يونس تتعرض خان يونس ورفح للقصف الجوي والمدفعي. وفي هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، سقط خلالها 107 شهداء و165 مصابا، وبينما شيع الفلسطينيون اليوم عشرات الشهداء الذين سقطوا في مختلف المدن الفلسطينية. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملياته لإجلاء جنوده الجرحى في معارك غزة. وقال الاحتلال إن وحدة النقل العملياتية التابعة له نفذت أكثر من 1500 عملية إجلاء. على صعيد آخر، دعما للشعب الفلسطيني، شارك مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم في لندن في مسيرة لدعم فلسطين في أول مظاهرة وطنية ببريطانيا منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع تقول إنها لمجموعات مسلحة في العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وقالت مصادر رسمية عراقية إن 16 شهيدا و25 جريحا سقطوا جراء العدوان الأمريكي، فيما قالت وزارة الدفاع السورية إن العدوان الجوي الأمريكي على مواقع وبلدات شرقي البلاد أدى إلى مقتل وجرح مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة بدأت الرد على مقتل جنودها الثلاثة الأحد الماضي في هجوم على قاعدة بالأردن، وإن الرد سوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن. تستمر احتجاجات المزارعين في عدة بلدان أوروبية ضد السياسات الاقتصادية والتجارية في بلدانهم، حيث وصلت قوافل من الجرارات التي يقودها مئات المزارعين الغاضبين القادمين من عدة دول أوروبية إلى مقر الاتحاد الأوروبي نفسه. وانتشرت الاحتجاجات على لوائح الاتحاد الأوروبي التي بدأت في فرنسا منذ أيام لتصل إلى كل من إسبانيا وألمانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا. وتأتي احتجاجات المزارعين لأسباب عديدة من بينها السياسات الزراعية الأوروبية والدخل المنخفض والتضخم والمنافسة الأجنبية وارتفاع أسعار الوقود. وكانت المفوضية الأوروبية تعهدت في محاولة لتهدئة غضب المزارعين المتصاعدة باتخاذ إجراءات للدفاع عن المصالح المشروعة لمزارعي الاتحاد الأوروبي. أعلنت تشيلي حالة طوارئ وسط مخاوف مقتل عشرات الأشخاص في حرائق غابات بمنطقة فالباراسيو وسط البلاد، حيث تهدد الحرائق مئات المنازل. تتركز الحرائق في منطقتي فينيا ديل مار وفالباراسيو السياحيتين، حيث دمرت مئات الهكتارات من الغابات وتسببت بعمليات إجلاء قسرية للسكان. وأتت الحرائق على 480 هكتارا في الباراسيو وحدها بحسب هيئة الغابات الوطنية التشيلية. ترجع الحرائق إلى موجة حر وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بسبب ظاهرة النينيو الجوية. ختام المسائية تذكير بالعناوين. السيدة الأولى تطلق بمدينة أطار برنامجا لتمويل 326 مشروعا في المجالات الداعمة للأمن الغذائي المحلي، وتدشن مركز التكوين والتغذية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.
العاصمة نواكشوط تستضيف أشغال منتقى حول تطوير آليات تنفيذ برامج مفوضية الأمن الغذائي. الفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التخطيط العمراني لمدينة كيفا تنجز عشرات الكيلومترات من الشوارع والطرق الحضرية داخل المدينة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. أعوذ بالله من